بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berikut ini. Semoga segala keresahan, kegelisahan hati, jiwa dan pikiran kita terobati, dan semoga segala rezeki-rezeki kita diberkahi dan dilimpahkan oleh Allah. Segala penyakit-penyakit kita disembuhkan, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, terkait lagi dengan penyakit gangguan jin, sihir dan sejenisnya, serta penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berikut ini, Allah Subhanahu wa taala membuka jalan kebaikan bagi kita serta pintu rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فولولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين.
فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظ إياهم في كنفك وعيادك وجوارك من كل وباء والبلاء ومن كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم يا فرد يا وتر يا صمد يا سند من إليه استند. يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من خزائن فضلك، اللهم إنا نسألك من خزائن فضلك، اللهم إنا نسألك من خزائن فضلك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حللا كثيرا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حللا كثيرا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا كثيرا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري رزقا بحلالك دنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري رزقا بحلالك دنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري رزقا بحلالك دنيا والآخرة. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
يا مسبب الأسباب يا فاتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك من سواك اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا مسبب الأسباب اكفنا بحلالك اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudara-saudara sekalian, mohonlah pertolongan Allah, mohonlah selalu bantuan dari Allah, karena sesungguhnya dialah penguasanya langit dan bumi, penciptanya langit dan bumi serta seluruh isinya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka tak layaklah seorang hamba selalu menggantungkan harapannya kepada makhluk. Gantungkanlah harapan itu kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan saudara sekalian, semoga dimudahkan segala urusannya, didapatkan rezeki-rezekinya, disembuhkan segala penyakitnya, dijauhkan dari segala mara bahaya dan bencana dan musibah serta orang zalim. Alafu minkum, jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quranic Therapy. Sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami. Dan ada baiknya kita mengkonsumsi herbal rukyah atau obat-obatan yang berkaitan dengan penyakitnya, maka kami menyiapkan berbagai jenis obat-obat tersebut, herbal-herbal tersebut. Hubungi kami SMS WhatsApp 08 11111120671 6 kali. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.